السلام عليكم يا جماعة. والله يا الله تعبوني تعبوني والله. كل شغلي أنا اللي مسوي منه ما سويته بالنهاية. يا أبو الزي لا تصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسن. واليوم بيكون عندنا فلوج واحنا نصبغ غرفة اخوتي، وفي يعني بعض لقطات من يعني بيومي بشكل عام. طبعا الصباغة يعني طبعا هذا تشوفوه الحين، هذا بعد ما خلصنا يعني خلصنا صبغ الغرفة وزي كذا. اخذ منا تقريبا نص يعني الصباغة وزي كذا، يعني 4 ايام تقريبا، يعني تقريبا 4 ايام حواليها زي كذا. ويلا نتركم مع اللقطات الجميلة. غرفتنا سوي كذا اول ما توصل عشان فرحان. وهنا صار الفيديو، اتمنى ما تنسى اللايك والاشتراك، ويلا مع السلامة. السلام عليكم يا جماعة. دقيقة بس. ايوه اسمح لنا الصلاة بس والريحة، ترى ريحة الصبغ يعني. على العموم يا جماعة طبعا هذه الصبغ الطبقة الأولى، بكرة بكرة إن شاء الله نسوي الطبقة الثانية. شوفوا نحين الوضع، فككين شو اسمه دولة الفيشات. على سالفة الصبغ ما ادري وشو، على العموم انه صارت عندنا مشكلة بس واجهتنا، انه لو تلاحظوا يا جماعة ان هذه شوفوا الدور ونعوجت هنا شوي، فالوالد راح جاب لنا واحدة جديدة، فيعني فراح نجابها في الليل، فقلنا خل نخليها بكرة نبدي يعني نشتغل نكمل الطبقة الثانية. طبعا خلاص هو نشف كامل الحين، هذه الطبقة الأولى. السلام عليكم يا جماعة. اليوم الثاني يعني من الصبغ. طبعا اليوم بنبدل الطبقة الثانية، هذه انتاج الطبقة الأولى. اليوم بنبدي في الطبقة الثانية إن شاء الله. على العموم يا جماعة خلصنا خلاص الطبقة الثانية، صورنا زي الجدران. هذه الطبقة الثانية خلصناها من فوق وتحت. طبعا خلصنا كل أنا لابسه والنوم وحوشه كل خراب، والله ما شيء كل شغلي انا اللي مسوي منه ما سويته بالنهايه. بس كم الشغل طبقتين تقريبا اخذنا فيه يوم، صبغنا فيه خلينا يومين ينشف وطلعنا اليوم، بس كان ممتاز صراحه فعاليته طيبه. نسيت الشباب ايش رايكم في اللون؟ بالله كيف مو رهيبه؟ اهم شيء تغلف المكيف، ترى انا اللي مغلف المكيف، انا ابغى الفنة خلنا هالشكل عشان ما تبغى صبغ مو محترف، قيموني بالله. يعني وانك عندنا الفرشاة صايرنا حق المناطق اللي فوق على الحواف المكيف حوالي الفيشات دولة وغيرها، وعندنا هذه الكبيرة هذه شو اسمها سوينا بها ركبنا فيها عصافة نسوي الكبير، وفي صغيرة واحدة ثانية ديها صغيرة بعد نفس الشيء عشان اللي فوق المكيف ذيك المنطقة
نفس الشيء يعني. على كل حوالي الغرفة تقريبا، الغرفة يمكن 6 متر، ما ادري كم، ما اعرف كم متر. المهم كفانا صبغين، وبقى عنهم شوي يعني حتى تحديد وغيره، يعني بقى شوية صبغ، وهذا شيء ممتاز انه بقى شوي. وكفانا طبعا طبقتين، الحمد لله رب العالمين ما واجهنا مشاكل، بس يعني شكله واجهتنا انكسرت بعض الاشياء وجبنا واحدة جديدة، انكسرت زي دي انكسرت وجبنا واحدة جديدة. والناطق شوي الصعبة هذه اللي على ذا، اهم شيء انك تغلف الارضية تحت. طبعا ما صورنا احنا نغلف الارضية دي اللي تحت، تغلفها بتيب عادي، هذا التيب تيب ورقي يبيعوه. غلف كل الاماكن اللي احنا اللي حوالين وش اسمه الدرج وغيره، فوق على الجبت عشان ما يصير صابغ وغيره، والاماكن اللي يصير فيها على الفيشات كذا، اذا الفيشات تتقبعوا قبعهم افضل لك واحسن، على النافذة عشان ما يصير النافذة صابغ وغيره. وخلي عندك يكون في خلاقي موجودين عشان لو صار صبغ على النافذة على الدرج على اي مكان على طول تمشي قبل ما ينشف. وبس طبعا اللي في الارض بسرعة يقبع، نحط كراتين هاللون وامورك طيبة. وبس صراحة جربوها تجربة حلوة. طبعا احنا صبغنا كلنا يعني، بس الوالد شراه واحنا صبغنا كلنا. جربوا صبغوا حلو الشعور، ممتاز يعني. اتمنى لكم تمضغه داهم. قاعد اهدر حوالي 3 دقائق 21 ثانية. هذا المسبح يا الربع، عبيناه تقريبا قبل امس، عبيناه، طلع لكم فيديوهات صورت بجوالي يعني، جبنا وايت وعبيناه وزي كذا. وهذا علي السحبة عن النصباغ، وحضرته هو قاعد لي هنا. شو هالحالة دي؟ هلا ابو زيك، حيو حيو ابو زيك. على العموم يلا بركب ديله الحين، نفك اللزاق وخلاص تخلص الغرفه. شوف العفسه بعد طبعا تنظيف يعني. خلصت يا جماعه تركيب ده وهذا. الله والله تعبوني تعبوني والله. فديت هناك ركب ده، ما بيضل الاثنين، ده اللي تحت، باقي ده، باقي اللزاق بعد. يلا نشوفكم لما نخلص. على العموم يا جماعة خلصت أنا، ولكن قلت لكم المشكلة يعني إن هذا كان ضايع. ركبت الأول، باقي الثاني اللي تحت، ولكن اذا ما خاب ظني اتوقع ان في واحد فوق في المخزن اللي فوق يعني، ان فكينا ورك يعني. المهم ان اتوقع ان في واحد فوق، فبروح اركب باشيك وباجي، يم لان احتمال كبير ان نحفي. يلا جاي انا. ثواني بس ثواني. حصلته. يلا خلاص اخر شيء، بدي شوي. يلا جماعة بديت اشيل. صراحة احس بغلب يعني، لان باين شو اسمه الجدار. بعد ما خلصنا شلنا التيب اللي حطيناه عشان ما يصير الجبس والارض، صار في زي البقايا الصبغ، فاستعملنا الفرشه العدسه. فرشه صغيره عشان حق التلوين يعني، عاديه عشان نصبغ لما شلنا اللزاق يعني، قام بين اللون القبلي. شوفوا طلع هنا كيف صاير. فالحين عدل الفرشاه يعني، عدل بالفرشاه عشان يصير ممتاز. بس هذه اخر خطوة نسويها، وبعدين الخطوة اللي بعدها تنظيف الارضية، لان الارضية صار فيها صور نفس ما تشوفوا.
شوفوا بعد ان على الحواف تحت في الارض صاير في زي شويه هذا بعد بالفرشاه يستوي يعني تشوفوا انه في زايد هذا بليفه يروح هلا بالشباب ويش بعد الصوت خلاص خلاص يا سلام المتابعين هلا بالشباب خلصت الحين ومع